محمد بن فقيه من مواليد مدينة تيزنيت 15/5/1968، متزوج، أب لولدين، بارك الله عندي جوج أولاد اللي ولاو اليوم رجال. بديت المسار ديالي المهني بمدينة أكادير منذ سنة 1992، وتنزول طبعا في مدينة ديال أكادير. فتحت المكتب ديالي في 1996. أنا معروف في الأوساط المهنية والقضائية بواحد الاسم آخر اللي هو اسم المهني أستاذ الخنبوبي. طبيعة الحال الاسم العلي ديالي هو محمد بن فقيه، ولكن الاسم المهني اللي معروف به هو الأستاذ الخنبوبي. أنا درت الدراسة الابتدائية ديالي في مدرسة الحسن الأول بتيزنيت، بعد منها التحقت بمولاي رشيد، خديت فيه المسار ديال الإعدادي والثانوي. بعد ما خديت البكالوريا ديالي التحقت بكلية الحقوق مراكش جامعة القاضي العياد، خديت فيها الإجازة ديالي في سنة 1992. بعد ما التحقت بالمهنة وزولت مهنة المحاماة لمدة 15 عام، عاود التحقت بالمدرجات وخديت دكتور، خديت الدبلوم دراسات العليا في قانون الأعمال في سطات جامعة الحسن الأول بسطات. بعد ما خديت هذا الدبلوم هذا التحقت بكلية الحقوق بأكادير جامعة بن زور، وتما خديت الدكتوراه ديالي في القانون الخاص. هذه العلاقة بدأت في 2009، ترشحت في جماعة ديال أكلو في واحد الدوار ديال الفيض الخنابيب اللي هو واحد من الدوائر تابعة للجامعة ديال أكلو، وكانت تجربة طبعا فيها واحد نوع من تعلمت فيها واحد العدد ديال الأمور، فهمت فيها شنو هو العمل السياسي، العلاقة مع المواطنين، العلاقة مع الشركاء، العلاقة مع جميع الفرق. بعد طبعا التحقت بمدينة أكادير في 2015 وترشحت مع حزب العدالة والتنمية مع مجموعة من الإخوان ديالي والأخوات، وبعد ما خدينا الأغلبية في أكادير طبعا المسار ديالي كنت نائب ديال الرئيس، مفوض في مجموعة من القطاعات، بديت بالشرطة الإدارية والقسم القانوني والمكاتب الحالة المدنية والأسواق. بعد منها عاود خديت التفويض ديال تدبير الممتلكات والتعمير والاستثمار والأسواق. بغيت نهضروا على الأسواق، وما أدراك ما الأسواق، واحدة من النقط الساخنة والحارقة اللي كانت من قدر ديالي أنني ندبرها في المدينة ديال أكادير. أنا رجع العلاقة ديالي مع، نعاود نأكد عليها، العلاقة ديالي مع البي جي دي هي علاقة قوية، علاقة حميمية. اللي كان شي فضل عنده اليوم هو الفضل الكبير هو لهذا الحزب هذا اللي أطرني ووجهني وخلق مني اليوم واحد من الوجوه السياسية في المدينة ديال أكادير. وبطبيعة الحال هذا الرصيد ماشي ديالي، هذا رصيد ديال العدالة والتنمية، رصيد ديال جميع المناضلين ديال العدالة والتنمية، اللي بطبيعة الحال أنا أفتخر به وأعتز به ومستعد أنني نضحي باش نقوم بالدور ديالي ونضحي، لأنه هذه المسؤولية اليوم وهذه الثقة اللي داروا فيها الإخوان والأخوات ديالي والحزب ديالي لابد أنني نشتغل عليها ونخدم باش نكون إن شاء الله في مستوى هذه المسؤولية، باش نخدموا المواطنين ونخدموا الساكنة ديال هذه المدينة لأنها تستحق فعلا الأفضل.